اهلا بكم في فيديو جديد على قناتكم انا وهي النجوم. لو اول مره بتشوفي القناه ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك اشعار كل فيديو جديد. اغرب رساله وصلت لصابرين بعد خلع الحجاب. أثارت الفنانة صابرين جدلا واسعا بعدما نشرت عبر حسابها الشخصي على موقع انستجرام صورة لها بدون حجاب لأول مرة منذ سنوات، وبناء على ذلك تلقت العديد من الانتقادات والتعليقات والرسائل التي اتسم بعضها بالغرابة. أوضحت صابرين خلال مداخلة هاتفية في حلقة مساء الأحد من برنامج الحكاية الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر شاشة MBC مصر أن أغرب رسالة وصلتها بعد خلع الحجاب كانت من إحدى السيدات التي سألتها عن سعر صبغة الشعر. في نفس السياق أشارت إلى أنها لم تصبغ شعرها ولم تذهب للكوافير، وأن لون شعرها هو نفس اللون الذي كان يظهر أسفل التربون الذي كانت ترتديه كغطاء للرأس معلقة. ما عملتش جديد. وكانت قد صرحت أثناء انهيارها من البكاء أن مواقع التواصل الاجتماعي هي السبب وراء تصرفها، معلقة: أنا تعبت من السوشيال ميديا، على طول شتايم، إيه عملت غلط في حياتي يتمسك عليا، إيه ذنب ولادي إنهم يتشتموا كل شوية من ناس ما عندهمش دين ولا أخلاق. أضافت أن الدين في الأساس هو المعاملة الحسنة والخلق الطيب والابتسام في وجه الآخرين، مؤكدة على أن ما كانت تتعرض له من انتقادات لاذعة غير مبررة سببت لها ألم نفسي شديد لم تستطع تحمله، ولذلك قررت خلع الحجاب. أضافت أن ارتداء الحجاب أو فعل الخير هو علاقة بين العبد وربه، مؤكدة على أنها لا تحب التباهي أبدا بهذه العلاقة الربانية كما يفعل البعض، معلقة: محدش بيشوفني وأنا بصلي ولا بعمل الخير. وقد شاركت الفنانة صابرين جمهورها عبر حسابها الخاص على انستجرام بصورة جديدة لأول مرة بدون حجاب. اعتادت صابرين منذ فترة أن تظهر في أعمالها الدرامية بحجاب أو تلبون أو باروكة، وهذه هي المرة الأولى التي تنشر صورة بشعرها الحقيقي منذ إعلانها ارتداء الحجاب. دعم عدد من الفنانين قرار صابرين بخلع الحجاب وعلقوا على صورها معبرين عن اعجابهم بشكلها، ومن هؤلاء الفنانين منى شلبي، نشوى مصطفى، منى زكي، روجينا، رانيا يوسف، دنيا عبد العزيز، حيدي كرم، سهير رمزي، خبير التجميل علاء التونسي، نيكول سبا. علقت منى شلبي: احنا حلوين وصغيرين وامارات ولا ايه ما شاء الله.
نشوى مصطفى قمر يا صابرين، تبارك الله زي ما انتي بالضبط ايام دورك في ابو العلا البشري البنوتة الجميلة الطيوبة. نشوى مصطفى قمرايا صاحبتي حبيبتي يا صابرين، شكلك هو دورك في ابو العلا البشري البنوتة الناعمة الطيبة الفقيرة، فاكراه؟ منى زكي always have been baby. روجينا قمر ما شاء الله قمر يا صابرين. رانيا يوسف قمر يا حبيبتي مساء الفل. دنيا عبد العزيز قمر هايدي كرم love you. سهير رمزي ما شاء الله قمر يا حبيبتي. خبير التجميل على التونسي قمر دايما. نيكول سابا قمر ما شاء الله. رشا مهدي منورة حبيبتي وحشتيني. وأدلت الفنانة صابرين بتصريحها الأول لتأكيد خلعها الحجاب بعد الصور التي نشرتها عبر حسابها بتطبيق انستجرام. وقالت صابرين في تصريحات صحفية: أنا طول عمري غير محجبة منذ ارتدائي الباروكة في أعمالي الفنية، وأؤكد أني لست محجبة وكثيرا ما تحدثت عن ذلك، وأصف نفسي بأني محتشمة ولست محجبة، ودائما أظهر بهذا الشكل من غير الحجاب في المناسبات الخاصة والعائلية وسط أهلي. وتابعت: ارتدائي الباروكة أثار الجدل وهذا أتعبني نفسيا، ومررت بمرحلة اكتئاب لأني لم أكن أريد أن يتبعني أي شخص في هذه الخطوة. وأضافت: ربنا يكتب لنا الرجوع له بشكل صح ويهدينا جميعا، والحمد لله أخلاقي قبل الحجاب وبعد الحجاب لم تتغير، والمعاملة الخاصة الجميلة التي بيننا وبين خالقنا هي أهم ما في الموضوع كله. واستكملت: أقدمت على هذه الخطوة من أجل نفسي ومنذ فترة كبيرة، وأنا أريد تنفيذها وكنت أؤجلها، لكني تعبت نفسيا من التناقض وكان لابد أن أحسم الموضوع سريعا. وكانت صابرين ظهرت بالحجاب آخر مرة في عزاء مدرب الأسود الراحل محمد الحلو في الجمعة 8 نوفمبر الجاري، وظهرت بنفس لون الشعر الذي ظهرت به في صورها الأولى بدون حجاب. يشار إلى أن صابرين شاركت في دراما شهر رمضان 2019 في مسلسل فكرة بمليون جنيه، وهو من بطولة علي ربيع وصلاح عبد الله وسهر الصايغ ولاء الشريف خالد عليش ملك أورا كريم عفيفي أحمد خالد صالح طارق عبد العزيز ميان السيد وليد فواز ندى عادل تأليف أمين جمال إبراهيم محسن محمد فتحي عبد المقصود شريف يسري وإخراج وائل إحسان إنتاج سيدرز آر تي برودكشن صادق الصباح.
شكرا للمشاهدة، شكرا لدعمكم المتواصل لأحسن جمهور في الدنيا. متنسوش تعملوا لايك وشير وتقولوا رأيكم في كومنت. مستنياكم دايما في القناة لتشاهدوا كل جديد. شكرا لكم وإلى اللقاء.